تقييم هذه السنة المدينة العرائش كي تعتبر المرة الأولى اللي كي غادر فيها طنجة ويحل تحط الرحال بمدينة العرائش؟ كان مناسبة لوضع وتنزيل استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دمقراطة الثقافة ودمقراطة الحق في الحصول على 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 الحق في الفعل الثقافي بشتى أنواعه، الموسيقي، المسرحي، التشكيلي والكتاب بطبيعة الحال اللي كيبقى من أهم 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 المجالات الثقافية عبر عبر التاريخ وعبر العصور. الدورة ديال هذه السنة كما قلت التي أول مرة تقام بإقليم أقاليم جهة طنجة والحسيمة بتعاون مع عمانة العرائش، جامعة العرائش والمجلس الإقليمي، الإعلام المحلي والساكنة. يعني كانت دورة نسبيا ناجحة لمجموعة من الاعتبارات. أولا الإقبال الذي كان نسبيا يعني كما تمنيناه وكما سطرناه، ومن ناحية ثانية الأنشطة الموازية التي عرفت إقبالا كبيرا وحضورا غنيا ومتنوعا، وذلك نظرا للبرمجة التي سطرها القائمون عليها بحرفية وبإنصاف ما بين مجموعة المناطق الجهة، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع عبر إعطاء النساء الحق في إبراز إبداعاتهم وأفكارهم وإنتاجاتهم، سواء الأدبية، الشعرية، المسرحية، عبر الورشات، عبر التكوينات. وكذلك الدورة كانت مناسبة لأن يلتئم مجموعة من الأدباء والشعراء بمدينة العرائش ومدينة القصر الكبير. الالتفاف صراحة أعطى الأكل ديالو اللي كان جد إيجابي، وكذلك التغطية الإعلامية الجميلة جدا التي واكبت المعرض منذ افتتاحه إلى اليوم الأخير الذي نحن اليوم في صدد استكمال الدورة. بطبيعة الحال ساكنة العرائش كانت آراء مختلفة، وهذا طبيعي جدا نظرا لأن هذه الدورة الأولى أو التجربة الأولى التي تقام بمدينة العرائش. عادي جدا أن تكون هناك سلبيات وإيجابيات، ولكن الحمد لله وبإجماع الكثير من المهتمين الدورة كانت ناجحة. نتمنى أن تكون الدورة المقبلة أنجح وأنجح. نعم، على مستوى النجاح ديال النقاص يعني مدى تنزيل يعني الفقرات والبرنامج العام للمهرجان، يعني باستثناء يعني جميع الفعاليات تم تنزيلها باستثناء يعني غياب شكري البكري، نريد أن نعرف ما هي الأسباب غياب توقيع رواية يعني ديواني الشعري. صديق شكري البكري كما كان مبرمجا أن يكون في اليوم الرابع، اليوم الخامس من هو يوم الأربعاء 11 أبريل، للأسف يعني لطارئ صحي ألم بالوالدة ديالو للحالة الصحية تتطلب إجراء عملية جراحية، اتصل بنا يوم الاثنين كيعتذر على الحضور. اتصل بنا يوم الاثنين كيعتذر على الحضور ديالو، ونتمنى أنه يكون معنا في نسخة مقبلة إن شاء الله. نعم، كذلك يعني على مستوى التوصيات التبخلت عن الندوات في المستقبل، كيف يمكن إجراءها وتفعيلها من أجل ترسيخ الفعل الثقافي والنهوض بها على مستوى الجهة؟ نعم، يعني ترسيخ الفعل الثقافي هو مجهود ليس حكرا فقط على الإدارة أو الممثلة في وزارة الثقافة أو عبر تمثيلياتها في الجهة والإقليم. هذا مجهود ديال الجميع، مجهود ديال المثقفين، ديال المهتمين، ديال الإعلام، ديال المجالس المنتخبة.
احنا الهدف الاساسي اللي غادي نطمحوا له ان شاء الله هو غادي نحاولوا ان هذا الفعل الثقافي اللي هو المعرض الجهوي للكتاب يحط الرحال ديالو بصفه دائمه بالاقليم سواء بالعرائش او القصر الكبير. الاساسي هو ان تستفيد ساكنه الاقليم من هذا الفعل الثقافي ليكون فعلا خاصا بها.